إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على المصطفى من خلقك نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الله تبارك وتعالى أمر بالإنابة إليه بعد أن بين أنه يتوب على من تاب، فقال في سورة الزمر عز من قائل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إن الله يغفر الذنوب جميعا ولو بلغت ما بلغت، فإن العبد إذا تاب إلى الله تبارك وتعالى وأخلص وصدق في توبته تاب الله عليه. والله يأمر بعد النزول في مقام التوبة بالإنابة إليه، فيقول عقب هذه الآية: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فما هي الإنابة التي أمر الله تبارك وتعالى بها؟ هي الرجوع إلى الله وانصراف دواعي القلب وجواذبه إليه، وهي تتضمن المحبة والخشية، فإن المنيب محب لمن أناب إليه، خاضع له، خاشع، ذليل. وقد أخبر الله تبارك وتعالى أن ثوابه وجنته لأهل الخشية والإنابة، فقال في سورة قاف: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وأثنى على خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقال عنه في سورة هود: إن إبراهيم لحليم أواه منيب.
وقال حاكيا عن شعيب عليه السلام في نفس السورة: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وقال الله تبارك وتعالى في سورة الرعد: قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، ويهدي إليه من أناب. وقال في سورة صاد عن نبيه داود عليه السلام: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وقال في سورة الزمر ذاكرا أن البشرى إنما هي لأهل الإنابة، فقال: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. فبشر عباد. وذكر أن التبصرة والاعتبار بالآيات المبثوثة في تضاعيف الكون إنما تكون من أهل الإنابة، فقال في سورة قاف: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. لكن الرجوع ينبغي أن يكون رجوع إصلاح، فلا تنفع توبة وبطالة. فمن تاب إلى الله تبارك وتعالى فلا بد أن يتبع التوبة بعمل الصالحات. قال الله تبارك وتعالى في سورة الفرقان: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. وقال في سورة البقرة وسورة النساء: إلا الذين تابوا وأصلحوا. لا بد أن يتبع التوبة بعمل الصالحات. وهذا الرجوع الذي ينبغي أن يكون رجوع إصلاح لا يتم إلا بثلاثة أشياء: بالخروج من التبعات، وبالتوجع للعثرات، وباستدراك الفائتات. فبالخروج من التبعات يتم أول شرط من شروط رجوع الإصلاح، فعلى العبد التائب أن يخرج من التبعات بأداء ما افترضه الله عليه، وما قصر فيه لا بد أن يصلح فيه ويستدركه، وكذلك عليه أن يؤدي ما للعباد عنده من حقوق. يخرج من التبعات لا بد أن يخرج منها وأن يتخلص، ثم عليه أن يتوجع للعثرات. إذا ذكر ذنبا أحدثه في سابق عهده فعليه أن يتوجع وأن يستشعر الألم في قلبه، كيف مرت عليه لحظة عصى فيها الله تبارك وتعالى الذي يسمعه ويبصره ولا يغيب العبد عن سمعه وبصره، فكيف استحل لنفسه أن يقع تحت سمع وبصر الله تبارك وتعالى في حال معصية وذنب. أما إذا وجد العبد في قلبه لذة لهذا الذنب فإن ذلك دليل على فساد قلبه أو موته. العبد الذي إذا ذكر الذنب الذي أحدثه في سابق عهده ثم وجد من نفسه إحساسا باللذة لهذا الذنب وكلم الآخرين عنه مستحضرا هذه الأيام فقال: إيه أيام كانت أيام، وتحدث عنها هكذا بأسلوب نادم الذي يتمنى
لو باشر هذه اللذة مرة اخرى ما ينفعه هذا الرجوع، لا بد ان يتوجع للعثرات التي عثر بها، ولا بد ايضا ان كان رقيق القلب وتحققت له الانابة ان يتوجع لعثرة اخيه المؤمن كأنه هو الذي عثر بها، فيدعو له ولا يشمت به، يتوجع للعثرات. ثم بعد ذلك عليه ان يستدرك الفائتات بان يؤدي مثل الطاعة التي تركها ايام المعصية، او يؤدي ما هو خير منها من الطاعات. والانابة ايها الاخوة الكرام انابتان، انابة لربوبية الله تبارك وتعالى، وانابة لالهيته. فاما الانابة التي هي لربوبيته فيشترك فيها الناس جميعا، المؤمن والكافر والبر والفاجر، كلهم ينيبون الى الله تبارك وتعالى، خاصة اذا تعرضوا للمهلكات عندها لا يعرفون الا التوجه والاقبال على الله تبارك وتعالى لتخليصهم مما حاق بهم. قال الله تبارك وتعالى في سورة يونس: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين، دعوا الله مخلصين له الدين لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. كل الناس يفعل هذا عند مباشرة المهلكات، ولكن من الناس من اذا صرف الله عنه الضر عاد كأن لم يدعو الله الى ضر مسه، كما قال الله في سورة يونس نفسها: واذا مس الانسان الضر دعانا، دعانا لجنبه او قاعدا او قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا الى ضر مسه. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولكن المشركين في سابق العهد كانوا لا يعرفون الا الله عند المهلكات وعند المصائب، واما مشركو زماننا فانهم لا يعرفون الا شركاءهم في السراء والضراء، فشركهم مركب معقد. تجدهم في السراء يدعون الموتى واصحاب الاضرحة الذين لم يعودوا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا فضلا عن ان يملكوه لغيرهم، وفي الضراء كذلك يدعونهم. بينما كان المشركون في سابق العهد لا يسألون الا الله عند هذه المصائب والمهلكات، فعند الترمذي بسند حسن وعند غيره عن عمران بن حصين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابيه، لابي عمران حصين لما كان مشركا: يا حصين كم تعبد؟ قال: اعبد سبعة آلهة، ستة في الارض وواحد في السماء. فقال: من منهم الذي ترجوه لكشف الضر وجلب النفع، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الذي في السماء. قال: فاعبده ودع التي في الارض وانا اعلمك كلمات، ان تقول: اللهم قني شر نفسي والهمني رشدي، وعلمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وترك عمران الستة التي في الارض واخلص العبادة لله تبارك وتعالى. لكن عمران قبل ان يسلم اعترف ان الذي يدعوه من بين هذه الالهة عند الضر وعند المصائب هو الذي في السماء. اما مشركو زماننا فليسوا كذلك، واذا سئلوا في ذلك قالوا ان الملوك من البشر لا يتوسل الى نيل مكرماتهم الا عن طريق اعوانهم، لا يمكن ان يدخل عليهم قبل الاستئذان، والدخول يكون عن طريق الاعوان. وهذا قياس فاسد الاعتبار، لانه يصادم النصوص التي اكدت ان الله تبارك وتعالى ليس له من خلقه وزير، ليس له وزير من خلقه يتوسل به اليه، او معين يستعان به على توصيل الحاجة اليه تبارك وتعالى. يدعى الموتى واصحاب الاضرحة وما شاكل ذلك من الالهة التي يتوسل بها ويتضرع اليها، وان زعم من يدعونها انهم لا يعتبرونها الهة، يعتبرونها وسائط فقط بينهم وبين الله. قال الله تبارك وتعالى في سورة النحل: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غير احياء وما يشعرون ايان يبعثون. الهكم اله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. لا جرم ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، انه لا يحب المستكبرين. وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان يأتيكم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله خاتم الانبياء وامام المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه. ثم إنابة لإلهيته تبارك وتعالى، وهذه إنابة أولياء الله. وعندما يقال أولياء الله لا يقصد بذلك الأولياء المزعومون الموتى، وإنما يقصد الأولياء الذين قال الله عنهم الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مسلم ينبغي أن يعرف أن عليه أن يكون وليا لله تبارك وتعالى، وإن لم يكن وليا لله فهو ولي للشيطان، ولي للشيطان. وقد قصر بعض الناس الولاية على الموتى وأصحاب الأضرحة واستثنوا أنفسهم من ذلك، وهذا خطأ. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فإنابة الإلهية لإلهيته إنابة الأولياء، ولا تتحقق إلا بأربعة أمور: بمحبة الله والخضوع له والإقبال عليه والإعراض عمن سواه. فلا يستحق اسم المنيب إلا من اجتمعت فيه هذه الأربع، لا يستحق اسم المنيب. واسم المنيب كما قال الله تبارك وتعالى في سورة غافر: هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. هذا الاسم لا يستحقه إلا من اجتمعت فيه هذه الأربع. ونحن إذا نظرنا إلى حال الناس
في الإنابة لإلهيته تبارك وتعالى، وهي العبودية والمحبة، وجدنا صنفا من الناس يقارن بين طاعة الله عز وجل وبين متعة أو لذة أو شهوة من شهوات الدنيا، فيجد أن العائد على نفسه من السعادة من خلال المتعة أو الشهوة أو اللذة الدنيوية أكبر مما يعود على نفسه من الطاعة. بكل أسف شديد، إذا عكف هؤلاء على لهو أو لعب ثم نادى المنادي مثلا للصلاة الله أكبر الله أكبر من كل كبير ومن كل عظيم، فبالضرورة لا بد أن يكون أكبر من هذا الذي تعكفون عليه. نظروا وقارنوا وفاضلوا فوجدوا أنهم لو قاموا إلى هذه الصلاة لعاد عليهم من السعادة نصيب أقل بكثير جدا مما يعود عليهم إذا استمروا وظلوا عاكفين على هذا اللهو واللعب. نعم يعرضون تماما عن هذا الذي يؤذن ويدعو الناس لإجابة ربهم تبارك وتعالى، يعرضون عن إجابة المؤذن ويعكفون حتى ولو قالوا إننا سنصلي ولكن بعد الانتهاء من هذه اللعبة أو بعد مشاهدة هذه المباراة أو هذا الفيلم أو ما إلى ذلك، نحن لسنا تاركين للصلاة، سنصلي ولكن بعد أن ننتهي من مباشرة ومشاهدة هذه المتعة. عرضوا على أنفسهم الأمرين فوجدوا طاعة الله لا تحقق لهم من السعادة ما تحققها المتع واللذات والشهوات الدنيوية، وهؤلاء لا بد أن يبحثوا عن قلوبهم، فإنه لا قلوب لهم. وفي مقابل هذا الصنف نجد صنفا آخر من الناس، أعمالهم كثيرة وطاعاتهم كثيرة لكن أثر الأعمال والطاعات لا يصل إلى قلوبهم. لما؟ لأن بينهم وبين قلوبهم أسوارا وحواجز وموانع، وبينهم وبين الله تبارك وتعالى قطاع طرق تجسدت في الكبر والعجب والإجلال ورؤية العمل الذي يعملونه ونسيان منة الله عليهم وأنه هو الذي تفضل عليهم فهداهم ووفقهم في الوقت الذي خذل فيه غيرهم. هؤلاء لا يصل أثر أعمالهم إلى قلوبهم، لا يجدون في أنفسهم محبة ولا خشية ولا رجاء ولا إقبالا على الله ولا نورا يفرقون به بين الحق والباطل وبين أولياء الله وأعداء الله. لماذا؟ لأن بينهم وبين الله الكبر والعجب وما إلى ذلك من الأمور التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت: لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أشد منه، العجب. وهذا الحديث قد استشهد به ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى وهو ثابت، واستشهد به صاحب الترغيب والترهيب: لو لم تذنبوا، لو أمنت عليكم الذنوب لخفت عليكم ما هو أشد من الذنب، العجب. أن يعجب المرء بعمله وأن يشهد فضلا لنفسه وأن يستشعر أنه أفضل من غيره وأنه بقوته وإرادته أصبح طائعا ويدل بعمله على الله عز وجل ويشعر بالتيه وبالفخر، ولا يأمن على نفسه أن يستلب إيمانه من هذا الأمن ومن جرائه. ويقول عبد الله بن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق، ما منهم أحد
يقول انه على ايمان جبريل وميكائيل خشية من الله تبارك وتعالى اورثها العلم. العلم اورثهم الخشية من الله تبارك وتعالى، والخشية اورثتهم الحذر مما عند الله تبارك وتعالى من عقوبة للمتكبر المعجب. ولقد روى الامام احمد ان رجلا قال لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: انني لا ارضى يوم القيامة ان اكون من اصحاب اليمين، انا اريد ان اكون من السابقين من المقربين. فتكلم ابن مسعود رضي الله عنه عن نفسه وقال: لكن هناك رجلا يود لو انه مات لا يبعث، يعني بذلك نفسه، خشية من الله تبارك وتعالى. ومن هذا اليوم المهيب الرهيب العظيم، انظروا رحمكم الله، انظروا وتدبروا وتأملوا ماذا يقول ابن مسعود. يقول للرجل: انت تستقل ان تكون يوم القيامة من اصحاب اليمين؟ ان هناك رجلا يود لو انه مات لا يبعث، يود لو انه مات لا يبعث، فانه لا يدري هل يكون يوم القيامة من الناجين ام يكون من الذين احبطت اعمالهم. ما ظنكم بابن مسعود؟ ما ظنكم به وبصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، وخاصة من شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ابن مسعود، وما ادراك ابن مسعود، صحابي جليل. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من احب ان يقرأ القرآن كما انزل غضا طريا فليقرأه بقراءة ابن ام عبد. عبد الله بن مسعود الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيما اخرجه البيهقي، لما توجهوا لفتح مكة وصعد ابن مسعود الشجرة ليأتي منها بثمر الكباث، وهو معروف عند اهل البادية، كان الذين يجمعون يأكلون، يجمع ويأكل وهو فوق الشجرة، وابن مسعود يجمع ويخبئ حتى اذا نزل اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما صعد الشجرة كشفت ساقاه، فضحك بعض الصحابة من دقة ساق ابن مسعود، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اتضحكون من دقة ساق ابن مسعود؟ والذي نفس محمد بيده، انهما في الميزان لأثقل من جبل احد. ابن مسعود حسبه هذه الشهادة، وحسبه غيرها من شهادات رسول الله صلى الله عليه وسلم له، وشهادات الصحابة جميعا فقها وعلما وزهدا وورعا. يقول: لكن هناك رجلا يود لو انه مات لا يبعث، يعني بذلك نفسه. لما العجب والكبر والتيه وشهود الفضل والمنة؟ والموفق هو الله تبارك وتعالى، حري بمن شهد لنفسه فضلا وشهد للآخرين تقصيرا وبعدا ولم يرجو لهم رحمة ورجى لهم النقمة اليوم قبل الغد، حري به ان يغير، ان يغير رأيه، وان ينظر اليهم نظرة المشفق، يرجو لهم الرحمة ويخاف عليهم النقمة كما يخافه على نفسه، ويرجو الرحمة لنفسه ويسأل ربه التثبيت على ما هداه اليه، وان يحسن له الخاتمة، وان يحسن له الخاتمة. فمن يدري، اما ملأ ابليس الارض عبادة لربه قبل ان يؤمر بالسجود لادم؟ ملأ كل موضع من مواضع الارض عبادة وسجودا لله تبارك وتعالى، ولكنه لما امتحن وسئل سجدة واحدة رفض، فحاق به ما حاق، وآل الى ما آل من خسران. فعلى العبد بعد ذلك ان ينظر الى الطاف الله، ويعلم ان كل ما هو به
وما يرجوه وما تقدم له من لطف الله به، ومنة من الله بها عليه، وصدقة تصدق الله بها عليه ليس بسبب منه، إذ المحسن بالسبب والمسبب هو الله تبارك وتعالى، له الأمر من قبل ومن بعد، وهو الأول والآخر، لا إله غيره ولا رب سواه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واختم لنا بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم آمنا في أوطاننا ودورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفقهم واهدهم للعمل بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وهيئ لهم البطانة الصالحة، وانصر عبادك الموحدين المجاهدين نصرا مؤزرا. اللهم انصر عبادك الموحدين المجاهدين نصرا مؤزرا. اللهم انصر كل من جاهد في سبيلك لتكون كلمتك هي العليا نصرا مؤزرا يا رب العالمين. اللهم واشف مرضانا وارحم موتانا، وعليك بمن عادانا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، واحشرنا يوم القيامة في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، آمين. ألا وصلوا على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما أمركم ربكم تبارك وتعالى، حيث قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على الخيرة من خلقك والمصطفى من عبادك نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد مر بنا منذ موعظتين سابقتين الحديث عن فوائد مدارسة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا إنها ثلاث مرت بنا واحدة منهن، وهي كثرة الصلاة والسلام على نبينا محمد خير الأنام عليه الصلاة والسلام. وبقيت فائدتان عظيمتان، هما حفظ أدلة الشريعة
من الضياع والاندراس والذهاب والفقدان، والفوز بالنضرة والرحمة بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لمن سمع مقالته فبلغها كما سمعها. أما الفائدة الأولى من فائدتي موعظة اليوم فهي حفظ أدلة الشريعة من الضياع والاندراس والذهاب والفقدان. فمدارسة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحفظ لنا هذه الأدلة التي قامت بها الأحكام الشرعية، خاصة ونحن في زمان رفع فيه بعض المنتسبين إلى الإسلام لواء الحرب على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس في ذلك غرابة، فقد أخبر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة عن المقدام بن معدي كرب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أحدكم أن يكذبني وهو متكئ على أريكته، يحدث بحديثي فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله، ألا وإني أحرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. واللفظ لأحمد. وتبين من هذه الرواية أن ما يحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحرمه الله تبارك وتعالى من حيث الأخذ به والانصياع له، ولن تجدوا في القرآن الكريم تحريم كل ذي ناب من السباع وتحريم كل ذي مخلب من الطير، إنما تجدون ذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ آخر يقول عليه الصلاة والسلام: يوشك ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدنا فيه من حلال حللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع. يوشك رجل شبعان مترف يجلس على أريكته ويقول عليكم بالقرآن ودعونا من السنة، وهذا بهتان عظيم، فإن القرآن قد أجمل أمورا فصلتها السنة، وتحدث عن أمور بإيجاز أيضا بينتها وفسرتها وأطنبت فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعجب كل العجب ممن يحاربون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوى الخوف أن يعملوا بما ليس بوارد ولا صحيح، ويقولون يكفينا ما نحن متأكدون من صحته وهو القرآن الكريم. العجب منهم كيف نعرف ما نؤدي به الفرائض التي فرضها الله تبارك وتعالى علينا إلا من خلال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم عدد الفرائض؟ ماذا نقول في كل ركعة؟ وما عدد ركعات كل فريضة؟ ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وماذا نفعل إذا سهونا؟ وماذا نفعل إذا صلينا ثلاثا بدلا من أربع؟ والحج علمنا أنه مفروض على من استطاع إليه سبيلا، ولكن من أين نحرم؟ ماذا يلزمنا أن نجتنب؟ ماذا يلزمنا أن نفعل؟ هذا ما نأخذه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
خذوا عني مناسككم، الى غير ذلك مما يبين اهمية السنة واهمية مدارستها لكي نحفظ ادلة شريعتنا التي قامت بها الاحكام الشرعية. ولقد خرج الخطيب البغدادي عن ابي عروبة الحراني قال: الفقيه اذا لم يكن صاحب حديث فهو اعرج، يعني ليس صاحب قدمين راسختين، لانه اذا قيل له ما دليل هذا الحكم قال لا اعرف، فليس مستندا فيما يعلم الناس من الاحكام على ادلة تجعلهم يستريحون عندما يأخذون بما ارشدهم اليه من الاحكام. وقال الامام احمد رحمه الله تبارك وتعالى متمثلا بهذه الابيات: دين النبي محمد اخبار عليه الصلاة والسلام، نعم المطية للفتى الاثار، لا ترغبن عن الحديث واهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى اثر الهدى، والشمس بازغة لها انوار. وجاء رجل الى الامام احمد رحمه الله فقال له: ان رجلا من المتكلمة ومن المعتزلة ينتقص اهل الحديث، ينتقص اهل الحديث، يصفهم بالنقص ويعتبرهم جهلة حشوية كما اطلق على اهل السنة، على اهل السنة والجماعة، وكان اول من اطلق هذا اللقب هو عمرو بن عبيد، اطلقه على عبد الله بن عمر الصحابي الجليل رضي الله عنهما. يعني ملئت رؤوسهم وعقولهم بما لا يفهمونه من النصوص، حشوية من الحشو. فقام الامام احمد عندما سمع هذا الكلام، سمع ان رجلا ينتقص اهل الحديث، قام وهو ينفض ثوبه وهو يقول: زنديق زنديق زنديق، لا دين له. لماذا؟ لانه لم يغضب لانتقاص رجل من اهل الحديث لشخصه، وانما من انتقص اهل الحديث فانه يريد ان ينتقص من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ابو زرعة شيخ المصنفين اصحاب الكتب الستة: من طعن في واحد من الصحابة فهو زنديق لا دين له. وعلل لكلامه فقال: لان القرآن حق والسنة حق، والصحابة هم الذين نقلوا الينا القرآن والسنة، وما قيمة المنقول بعد الطعن في الناقل؟ ما قيمة المنقول؟ لا قيمة له، لا قيمة له. فعلينا ان نحذر من هؤلاء الذين يستسهلون الطعن في اهل العلم، وما ذلك الا لانهم يأتونهم بالاحاديث التي لا توافق هواهم، وعندها يقولون هؤلاء العلماء اهل الجهة الفلانية لا يؤخذ منهم شيء. لماذا؟ لاجل ثبوت شيء معيب او مهين عليهم؟ كلا، بل لاجل مصادمتهم ومواجهتهم بما لا يروقهم. هذا امر خطير، الطعن في اهل العلم والحديث لمجرد الهوى ولمجرد اعلام الناس بما لا يروقهم ولا يعجبهم. والفائدة الثالثة هي الفوز بالنظرة والرحمة بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لمن سمع مقالته فبلغها كما سمعها. فلقد روى احمد والترمذي وابن ماجة وابن حبان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ اوعى من سامع، اي فرب رجل يبلغه الحديث يكون اوعى له ممن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه اياه، رب مبلغ اوعى من سامع. وقال في رواية ابن حبان: نضر الله امرأ سمع منا حديثا
حتى يبلغه غيره، فرب مبلغ اوعى من سامع، فرب مبلغ اوعى من سامع، ورب حامل فقه الى من هو افقه منه. فان الذي يدرس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يفوز بهذه الفوائد الثلاث. ولكننا ايها الاخوة الكرام، والاسى يعتصر القلوب، قد ابتلينا على مر زمان حياتنا وسني عمرنا بمن ينتقص من شأن العلوم الشرعية، ويجعل الفضل كل الفضل للعلوم الاخرى، علوم الكيمياء والفيزياء والطب والهندسة وغيرها من العلوم التي لا نعيبها ولا نصفها بما وصفوا به هم شريعة الله تبارك وتعالى، والعلم الشرعي الذي تعلمناه من خلال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وممن بعده من صحابته الكرام وسلفنا الصالح. ينتقصون من العلوم الشرعية ويناصبون اهل العلم الشرعي العداء، ويعلنون في كل وقت من الدعاوى التي نجني من ورائها الويلات ما لا يرضاه الله تبارك وتعالى، بل يسخطه ويغضبه. ولا بد من التحذير من هؤلاء، فانهم كثيرا ما يطنطن لهم، وخاصة في زماننا هذا في هذا الوقت. ففي القرن الخامس الهجري كان هناك رجل معروف اليوم، معروف اليوم معرفة جيدة، هو ابو العلاء المعري احمد بن عبد الله. ماذا قال في حق العلوم الشرعية وبعض الاحكام على سبيل المثال لا على سبيل الحصر؟ هذا الرجل دخل عليه رجل يوما فقال له هذا الشاعر: ما هجوت بشعري احدا ابدا. فقال له: صدقت، نعم ما هجوت بشعرك احدا الا الله ورسله. ما هجوت احدا من البشر الا الله ورسله، هجوت الله تبارك وتعالى ورسله عليهم صلوات الله وسلامه. وذلك لانه قال مما لا ينشر بين الناس ولا يعلم، قال: فلا تحسب مقال الرسل حقا، ولكن قول زور سطروه. وكان الناس في عيش رغيد فجاءوا بالمحال فكدروه. كان الناس في عيش رغيد فجاء الرسل فكدروا عيشهم. هذا كلامه، هل عرفنا عنه ذلك؟ هذا الذي يدرس شعره في مدارسنا ودرسناه وعرفناه، وترجم له في الكتب التي درسناها بأحسن الكلام، وأثني عليه بأعظم الثناء، هل عرفونا بهذا من كلامه؟ إنما بالرجوع إلى المصادر الحقيقية لشعره يرى العجب في كلامه. هذا الرجل الذي يهزأ ويعجب بسبب اتباعه لعقله المختل، وهذا ما يجنيه كل من يجعل عقله حاكما على الشرع ولا يلقي بالا للنقل ابدا، انما يقول: ان اقتنعت عملت، وان لم اقتنع لا اعمل. سبحان الله. وهذه متابعة لاول من اساء استخدام عقله، وهو ابليس عليه لعائن الله المتتابعة، حيث برر سبب عدم سجوده بقوله: انا خير منه، لماذا؟ خلقتني من نار وخلقته من طين. تبع عقله ونسي ان الذي امره هو الله تبارك وتعالى، ولا عبرة هنا بالطين او بالنار. تبع عقله ابو العلاء فقال في شريعة القصاص وصحبه: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن الله تبارك وتعالى يبتلي عباده امتحانا واختبارا ليرى الشاكر منهم ومن يكون منهم كفارا وعليه فإن الله إذا ابتلى عبده بأنواع البلايا والمحن أو بشيء منها فإن رده ذلك الابتلاء والمحن إلى ربه وجمع عليه قلبه وطرحه على بابه فهو علامة سعادته وإرادة الخير به والشدة بتراء لا دوام لها وإن طالت فتقلع عنه حين يقلع وقد عوض منها أجل عوض وأفضله وهو رجوعه إلى الله بعد أن كان شاردا عنه وإقباله عليه بعد أن كان نائيا عنه وانطراحه على بابه بعد أن كان معرضا وللوقوف على أبواب غيره متعرضا وكانت البلية في حق هذا عين النعمة وإن ساءته وكرهها طبعه ونفرت منها نفسه فربما كان مكروه النفوس إلى محبوبها سببا ما مثله سبب وقول الله تبارك وتعالى في ذلك في سورة البقرة هو الشفاء والعصمة حيث قال الله تبارك وتعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وإن رده ذلك البلاء إلى خلقه إن لم يرده ذلك البلاء إلى الله بل رده إلى خلقه وشرد قلبه عنه وطغى ونسي ذكر ربه والضراعة إليه والتذلل بين يديه والتوبة والرجوع إليه فهو علامة شقاوته وإرادة الشر به فإذا أقلع عنه البلاء رده إلى حكم طبيعته وسلطان شهوته ومرحه وفرحه فجاءت طبيعته عند القدرة بأنواع الأشر والبطر والإعراض عن شكر المنعم عليه في السراء كما أعرض عن ذكره والتضرع إليه في الضراء فبلية هذا وبال عليه
وعقوبة ونقص في حقه، وبلية الأول تطهير له ورحمة وتكميل. فإذا ابتلى الله تبارك وتعالى عبده بمنحة فإنما يبتليه بها ليرى هل يكون من الشاكرين، وإذا ابتلاه بمحنة فإنما يبتليه بها ليرى هل يكون من الصابرين. والسعيد الذي أريد به الخير يشكر في السراء ويصبر في الضراء. ومن أمثلة الذين ابتلاهم الله تبارك وتعالى بالمنح والنعم فشكروا وعرفوا الفضل لصاحبه والنعمة لوليها وأهلها والمبتدئ بها، من أمثلتهم نبي الله سليمان على نبينا وعليه وعلى أنبياء الله ورسله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. نبي الله سليمان آتاه الله ملكا عظيما لما دعا ربه كما جاء في سورة صاد: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فكيف أجابه الله تبارك وتعالى؟ فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. له سوى ذلك وله عدا ذلك عندنا زلفى، هو مقرب إلينا وحسن مآب. له زلفى وله حسن مآب عدا ما ملكناه وأعطيناه في الدنيا، ومع ذلك يقول سليمان عليه السلام في سورة النمل لما حشر له جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، وقالت النملة ادخلوا مساكنكم وسمعها وتبسم ضاحكا من قولها، لأنها قالت ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك، رب ألهمني أن أشكر نعمتك، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأن أعمل صالحا ترضاه، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. انظروا إلى هذا النبي الكريم الذي ما أطغاه ملكه ولا أنساه شكر ربه، مع أنه أوتي من الملك ما لم يؤته أحد ولن يؤتاه أحد، لأنه قال: لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. هكذا ولما طلب من جنوده أن يأتوا بعرش ملكة سبأ وشاورهم من الذي يستطيع أن يأتي بهذا العرش أسرع من غيره، استمع إلى قائل ممن عنده يقول: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده ماذا قال؟ هل قال: هذه خطتي، هذا ملكي، هذا صولجاني، هذه عزتي، هؤلاء جنودي أقوياء أقوى من غيرهم؟ لا، وحاشاه أن يقول ذلك،
إنما قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ليس هذا فحسب، بل وعقب فقال: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. ما ينال الله تبارك وتعالى من شكره زيادة في ملكه ولا نفع. ومن كفر فإن ربي غني كريم. هكذا فليكن الشكر، هكذا فلتكن المعرفة بالمنعم المتفضل، وهكذا فليكن الإحسان والثناء والحمد والشكر لله وحده. فهلا عرف ذلك أصحاب الأموال والمناصب وعادوا إلى الله تبارك وتعالى بالشكر على ما أولاهم، وانتبهوا إلى ما به ابتلاهم، فلم يطغوا بالأموال، ولم يستبدوا بالمناصب، ولم يبددوا ويسرفوا هنا وهناك، قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، ويتمنون عندما يرون البهائم تصير يوم القيامة ترابا، يقولون يومها: يا ليتنا كنا ترابا. ويقول الله تبارك وتعالى لواحد من المخلدين في نار جهنم: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقول: قد سئلت ما هو أيسر من ذلك، قد سئلت ما هو أيسر من ذلك، أردت منك ألا تشرك بي وأنت في صلب آدم، فأبيت إلا أن تشرك بي. هل انتبه أصحاب الأموال والمناصب إلى الفارق الهائل بين مكانة سليمان في الدنيا والآخرة عليه السلام، وبين غيره من الطغاة الذين أعرضوا عن الله تبارك وتعالى، وفيهم قوله عز وجل في المبتلين بالمنح والمحن في سورة الإسراء: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. معرض عند الخير، يئوس عند الشر. وقال في سورة هود: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. يئوس كفور إذا نزعت النعمة، فرح فخور إذا عادت. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. هذه طبيعة أكثر الناس، وأقلهم من يكبح جماح نفسه ويشكر ربه في السراء ويصبر في الضراء. ومن أمثلة المبتلين بالوقوع في المعاصي والمبتلين بالأمراض الذين لم ييأسوا ولم يقنطوا من رحمة الله، بل عادوا إليه صاغرين متضرعين متذللين تائبين، من أمثلتهم آدم عليه السلام. أولهم لما ابتلي بالأكل من الشجرة رجع إلى ربه نادما تائبا مشفقا، فقال هو وزوجه: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتاب الله عليه، وأخبر أنه تبارك وتعالى تاب عليه كما في سورة البقرة: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ألهمه أن يقول هذه الكلمات: ربنا ظلمنا أنفسنا، فتاب عليه. إنه هو التواب الرحيم الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ولا يتعظمه ذنب. يقبل التوابين، يقبل التائبين ويعفو عن سيئاتهم. ثم كذلك نوح عليه السلام
في سورة هود، قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فأجيب قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. وإبراهيم عليه السلام قال الله تبارك وتعالى عنه في سورة الشعراء: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فقال الله تبارك وتعالى عنه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة، وكيف سيكون حاله في الآخرة، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ليس هذا فحسب، بل أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملته. قال له ربه: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وموسى عليه السلام، موسى لما اختار قومه 70 رجلا لميقات ربه وأخذتهم الرجفة، قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، كما في سورة الأعراف. وكان ذلك بعد أن عبد قومه العجل وعاد فحطم العجل وألقاه في البحر حطاما، ثم اختار 70 رجلا لميقات ربه ذهب بهم فأخذتهم الرجفة. قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك، أي امتحانك واختبارك. وليس معنى الفتنة هنا الفعل المسيء، بل الامتحان والاختبار، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة العنكبوت: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لا يختبرون ولا يمتحنون، هل ظنوا أن نتركهم من غير أن نمحصهم فنعرف الذين ليس لهم من الإسلام إلا القول، ليس لهم حظ إلا القول، فإذا ما ابتلوا لم تصدق أعمالهم أقوالهم، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. ولما قتل موسى عليه السلام القبطي الذي تنازع مع الإسرائيلي، قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. وأيوب عليه السلام الذي تضرع إلى ربه ورفع كف الضراعة إليه وذل ببابه وانطرح به، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فكيف كانت الإجابة؟ فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى للعابدين. رحمة بأيوب وذكرى للعابدين،
ليعرفوا أن عليهم إذا ما ابتلوا بالأمراض والأسقام أن يلجأوا إلى الله تبارك وتعالى، وأن يكشفوا ببابه عن ذل وضراعة ودعاء، فإن الله تبارك وتعالى سميع قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. ولهذا قال: وذكرى للعابدين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ليس قصصا للتسلي وللحكاية، إنما فيه عبرة، ولكن لمن؟ لأصحاب العقول، لأولي الألباب. وذنون يونس عليه السلام لما ابتلاه الله بالتقام الحوت له نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اعترف بالإلهية لله وحده، ونزهه عن العيب، وأضاف الظلم إلى نفسه، قال إني كنت من الظالمين فأجيب، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. وكذلك ننجي المؤمنين، وكذلك ننجي كل مؤمن اغتم أو أهمه أمر، كذلك ننجيه إن قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهذا ما تضمنه دعاء سيد الاستغفار الذي علمناه النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح البخاري عن شداد بن أوس رضي الله عنه: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ففي أول هذا الدعاء اعتراف بالربوبية المتضمن لانفراد الله وحده بالخلق سبحانه وبعموم المشيئة ونفوذها، واعتراف بالإلهية، توحيد الإلهية، ويتضمن محبته وعبادته وحده لا شريك له، ويتضمن الاعتراف بالعبودية والتبرؤ من كل وجه إليه سبحانه تبارك وتعالى. لا إله إلا أنت خلقتني وأنا على عهدك ووعدك، أنا على عهدك، يتضمن التزام أمره وشرعه ودينه، ووعدك مصدق بموعودك بالجزاء من الثواب، وأنا على عهدك ووعدك، ففيه الإيمان والاحتساب، يؤمن ويحتسب عند الله ثواب إيمانه. ولما علم الله تبارك وتعالى أن العبد لا يوفي هذا المقام حقه، المقام الذي يصلح لله تبارك وتعالى أن يكون على عهده ووعده، قال: ما استطعت، أي على حسب الاستطاعة والقدرة، ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. يشهد لله بقوته وقدرته على أن يحميه من شر نفسه ومن عدوه، ويعترف بالذنب والتقصير، ثم ينسب النعم كلها إلى وليها ومولاها، إلى الله تبارك وتعالى، فيقول: أبوء لك بنعمتك علي، ويعترف بذنبه فيقول: وأبوء بذنبي، فكأنه يقول: أنت المحمود المشكور، لك الحمد كله، ولك الثناء كله، ولك الفضل كله، وأنا العبد المسيء المذنب المعترف بتقصيره وذنبه المقر بخطئه، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. ولما قام بقلبه وتوسل بهذه الوسائل قال: فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه.
ولله تبارك وتعالى في الابتلاء حكم عظيمة وكثيرة، منها أنه يحب أن يرى من يتوب إليه من عباده ومن يقنط من رحمة الله. ولهذا قالت الملائكة لإبراهيم عليه السلام لما بشروه بالغلام وقال لهم: أبشرتموني على أن مسني الكبر؟ فبما تبشرون؟ قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. يحب الله تبارك وتعالى أن يرى التوابين من عباده إذا ما ابتلوا بمرض أو بالوقوع في ذنب. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم، لم يتضرعوا إلى الله، لم يسألوا الله تبارك وتعالى أن يتوب عليهم، بل قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. يحب الله تبارك وتعالى أن يرى التوابين، ومن حكمه تبارك وتعالى في الابتلاء أنه يحب أن يعرف عبده عزة قضائه ونفوذ مشيئته وجريان حكمه. يحب أن يعرف العبد ذلك، وأن قضاء الله تبارك وتعالى وقدره سار عليه نافذ. ويحب الله تبارك وتعالى أن يعرف العبد أن الله هو الذي يحفظه ويصونه، فهو محتاج إليه، وإن تخلى عنه تناوشته الشياطين ومدت أيديها إليه ومزقته كل ممزق، فحاجته إلى ربه عظيمة. ويحب الله تبارك وتعالى أن يستعين به عبده في أن يعيذه من شر نفسه ومن عدوه. ويحب ربنا تبارك وتعالى ألا يشمخ أنف العبد، ألا يشمخ بنفسه عندما يشهد في نفسه صلاحا واستقامة، فإذا ما وقع في الذنب عرف أنه مسيء ومذنب ومخطئ فلم يشمخ بنفسه، وعرف أنه لما كان طائعا كان ذلك بتوفيق الله عز وجل، فلما حجب الله عنه توفيقه غلبته نفسه وغلبته شهواته وانكب على المعاصي والذنوب. فهذه حكمة أخرى من حكم الله عز وجل. ويحب الله تبارك وتعالى أن يري عباده سعة حلمه، سعة حلمه وكرمه، وأنه يعفو عنهم ويتقبلهم إذا ما رجعوا وتابوا، ولن يعرفوا ذلك إلا من خلال مواقعة الذنوب. فإذا شهدوا التقصير في أنفسهم عرفوا أن الله لن يعفو عنهم إلا لأنه واسع الحلم كريم. ويحب الله تبارك وتعالى أن يعرف عباده أن لا طريق إلى النجاة إلا بعفو الله ومغفرته، ليس بالعمل، ليس بالعمل، لأن الله تبارك وتعالى عندما يذنب العبد ويبتلى بالوقوع في المعاصي يحب أن يريه أنه إن عذبه فبعدله وببعض حقه عليه، بل باليسير من هذا الحق، وأنه إن أنجاه فبعفوه ومغفرته
كما تعرفون من الحديث لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وكذلك إن العبد إذا تربى في العافية لم يعرف ما يقاسيه المبتلون، إذا عافاه الله من الأمراض والأسقام والوقوع في المعاصي والذنوب لم يعرف ما يقاسيه غيره من المرضى ومن الذين يقعون في الذنوب بسبب غلبة أنفسهم لهم، فإن ابتلي عرف عندئذ قيمة العافية وعرف مقدارها. ثم إن من حكمه تبارك وتعالى أنه يريد أن يتعامل العبد مع إساءات الناس إليه وزلاتهم معه بالعفو والصفح والمغفرة، فيتعامل مع ذنوبهم معه كما يحب أن يصنع الله بذنوبه. فكما يحب العبد أن يصنع الله بذنوبه فليتعامل مع إساءات الناس إذا اعتذروا وإذا تأسفوا وندموا، فليقل عثراتهم وليقم معاذيرهم وليتقبل منهم مع إقامته لأمر الله فيهم. إن رأى لله فيهم أمرا قام به رحمة لهم لا قسوة وفظاظة عليهم. وكذلك إذا شهد العبد تقصيره وإساءته وخطأه وذنبه عرف أنه ليس له عند الناس حقوق في الإكرام يتقاضاهم إياها ويذمهم على ترك القيام بها، لأنه ما دام مذنبا مخطئا مسيئا فليست له الأشرفية والأفضلية على أحد، فلماذا يشكو من الناس ويحاسبهم ويقول لقيني فلان فلم يبش في وجهي، ولقيني وأنا أمام بيته فلم يقل لي تفضل، ومررت عليه فلم يسلم علي ولم يرفع عينيه في، إلى غير ذلك. لو عرف العبد أنه مذنب مخطئ مسيء لم يرى لنفسه فضلا على غيره من المؤمنين بالله واليوم الآخر، فاستراح في نفسه واستراح الناس من شكايته وتعبه، فما أقر عينه وما أهنأ باله وما أطيب عيشه. يستريح الناس من شكايته وتعبه، فأين هذا ممن لم يزل عاتبا على الناس شاكيا لتركهم القيام بحقوقه ساخطا عليهم وهم عليه أسخط، لكنه إذا لقيه أحد فسلم عليه وانبسط وجهه إليه رأى أن ذلك تفضلا، رأى أن في ذلك تفضلا ممن فعل معه ما فعل، لأنه مذنب مسيء مخطئ معترف بالتقصير فلا يرى لنفسه فضلا على أحد. إن لم يسلم عليه لم يعتب عليه لأنه لا يرى نفسه تستحق هذا، وإن لم يبتسم في وجهه هو لا يرى نفسه تستحق هذا. أما عندما يرى أنه شيخ وأنه عالم وأنه كريم وصاحب مقام والناس عودوه على ذلك، فإن قصر منهم أحد عتب عليه. لا، ما دمت تذنب كما يذنب الآخرون وليس لك الكمال لم تكمل، فإن عليك ألا ترى لنفسك فضلا على أحد حتى تستريح وتريح. ثم إن من حكم الله تبارك وتعالى إذا ما ابتلى عبده أن يشتغل بعد ذلك بعيبه، لأنه إذا أذنب عذر الآخرين الذين غلبتهم أنفسهم في ساعة من الساعات، فإن غلبته كذلك هو نفسه عذرهم واشتغل بعيوبه وغض الطرف عنهم وأمسك عن عيوبهم وتفرغ لعيوبه وارتفع عن التفكير أو الخوض في عيوب الآخرين، فطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس وويل لمن شغلته عيوب الناس وتفرغ لها.
ثم بعد ذلك من الحكم العظيمة في الابتلاء أن يستغفر العبد لإخوانه المسلمين، لأنه إن أذنب أحس بالحاجة إلى أن يستغفر له إخوانه فيصير هجيراه. رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فيستغفر لهم كما يحب أن يستغفروا له. فسبحان ذي الحكمة الباهرة التي بهرت عقول العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اختم لنا بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعليك بمن عادانا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وأصحاب الحقوق علينا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم احشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا. اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم انصر المجاهدين من إخواننا في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين من إخواننا في كل مكان. اللهم انصر من قام في سبيلك لتكون كلمتك هي العليا في كل مكان. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم آمنا في أوطاننا ودورنا. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. ألا وصلوا على نبينا وإمامنا وقدوتنا ومعلم الخير نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة. سووا الصف وسدوا الفرج، حاذوا بين المناكب والأقدام. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى
والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر
فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر.